احنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمينا الحديث اللي احنا كنا بنتكلم عنه قبل الفاصل، وهو حديث سيدنا ابو هريره اللي اتكلم عن ثلاث عناصر يحبها الله لنا ويرضاها لنا، وثلاث عناصر وثلاث معاني وثلاث سلوكيات يسخطها الله لنا ولا يحبها، وسمينا الحديث ده حديث الامن المجتمع. وعشان نقدر نتعامل مع هذا الحديث بشيء يوصلنا الى اتباع حضره النبي صلى الله عليه وسلم، كان لازم يكون معنا ضيوف فيهم من الحكمه وفيهم من الحياه العمليه اللي ممكن نتدارس معهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده معانا في الاستوديو الدكتوره منى الدراوي، استشاري اول امراض النساء والتوليد. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره، شرفنا بحضرتك. شكرا لحضرتك، احنا مالين نور بحضرتك. شكرا لحضرتك جدا. ومعانا الاستاذ جلال الشيخ رجل اعمال، واحنا سعداء جدا جدا بان حضرتك معانا. اهلا بحضرتك دكتوره. انا خليني ابدا بحضرتك واسالك سؤال مهم، وهو الحديث، لما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو بيتكلمنا عن كل ده، ايه اكتر حاجه حسيتي بيها وانت بتسمعي هذا الحديث، سواء مؤثره في حياتك الخاصه او في حياتك العمليه؟ هو ليه تاثير في حياتي الخاصه وليه تاثير في حياتي العمليه. ان احنا ك يعني اعضاء فريق داخل غرفة العمليات في إتمام عملية الولادة، ده حاجة بتبقى إحنا بنستقبل روح جديدة، لازم كل الناس يبقوا متناغمين مع بعض. والعمل بروح الفريق اللي الجودة بتقولها، هو ده اللي قاله رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم، ده اللي إحنا تعلمناه في الجودة. يعني وكأني أكتر حاجة حسيتيها وحضرتك بتسمعي الحديث وفيما يتعلق بعمل حضرتك، إن الجزء اللي كان بيتكلم واعتصموا بحبل الله جميعا، اللي احنا كنا اطلقنا عليه وسميناه الاتحاد الجامع. طب حضرتك بتشوفي قد ايه ان هذا الاعتصام وهذا الاجتماع بيخلي الانسان اكثر تهذبا مع الله، وبيوصلنا لبر الامان؟ وصلنا لبر الامان، فنحس بنعمه ربنا، مدد ربنا ونعمه ربنا ان هو بيحفظنا. ونعمه بالله. فاذا تنفيذ ما امرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتنا الخاصه وفي حياتنا العامه وفي عملنا، بيوصلنا للامان، بوصلنا ان احنا نبعد عن المبغضات اللي ربنا ما يرضاهاش لينا. يعني حضرتك وكان حضرتك بتتكلمي ان انت دايما عندك طوق نجاه، وهو ان احنا نتمسك، ده هو سر النجاح. سر النجاح كمان، يعني طبعا مش هو طوق نجاه وبس، انت شايفاه حضرتك كمان سر النجاح، ونحافظ على الارواح اللي بتبقى بين ايدينا في العالم. خليني اقول لحضرتك بمناسبه كلام حضرتك المهم والمنور ده، شكرا لحضرتك. في اوقات كتيره بحس ان الناس همها ان هي تنجح، مع ان حضره النبي بيدلها على ما تسعد به، مش بس ان هي تنجى من الهلاك، لا، ان هي تبقى سعيده كمان. حضرتك بتقولي مش بس بيوصلنا للنجاه، ده كمان بيساعدنا على النجاح. طبعا، لان نجاحنا في ان احنا نكون متعاونين مع بعض، احنا معانا روحين في وقت واحد. ايوه، الام والجنين. ولازم يبقى كل فريق العمل بيتعامل بتناغم شديد جدا، واحنا يمكن نختلف شويه عن اي فريق عمل في اي مكان. طبعا كل اهل بيننا بيقولوا كده يا دكتوره، يعني لا، بس الكلام بيبقى بنظره العين. يعني سي مثلا قد لحضرتك بعض الامثله من داخل عملنا. ان لما الطبيب يقول لدكتور العمليات ايه الاخبار عندك، هو ما بيسالوش عن حاله هو. اهو تخيل حضرتك لو قال له ايه الاخبار عندك، فقال له الحمد لله انا لسه فطران والله. لا، بيقول له كل الحاجات، كل الداتا اللي تخص المريض. طبعا، فاذا احنا جوه المكان خلاص نسينا انفسنا، نسينا كل حاجه، ومفيش بقى واحد، ومفيش حد مساعد وحد خالص، كلنا زي بعض. كلنا في مقام واحد، لان كل واحد فينا ليه عمله اللي بينقذ بيه حياه الانسان. وكان حضرتك انت بتسمعي الحديث النهارده شفتي، وكان حضرتك النبي بيتكلم عن حالكم انتوا في بالظبط. ان شاء الله بالظبط. طب ننتقل للاستاذ جلال. احنا طبعا الحديث مليء بالانوار ومليء بالاسرار، ممكن صحيح. نور واحد بس ينور مع حد فينا ويغير مجرى حياته. صحيح. لكن خليني اسالك سؤال، ايه اكتر حاجه حسيت ان هي بتنور لك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في مجال عملك؟ صحيح. الجزء الثاني من الحديث وهو بدايته، اللي هو جزء التخلية. صحيح. هو قيل وقال، وحضرتك تتكلم فيه من شوية على موضوع الإشاعات والأكاذيب والكلام ده كله بيأثر على المجتمعات دول، بالذات في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية والحروب اللي شغالة. فده النهاردة بدأت الدول عشان تقدر تتلاشى هذا الموضوع، بدأت تنزل في السوشيال ميديا ده بوست حقيقي، ده بوست مش حقيقي، ده بقت من مصادر التلاعب في العملات والتلاعب في كل حاجة. الاقتصاد فده بقى لو احنا طبقنا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الا وهو
اجتناب القيل والقال ده احنا يعني. خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه في 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 الجزء اللي حضرتك بتتكلم عنه، ان في مساله القيل والقال دي كتير من الاشياء اللي احنا ممكن ينصبغ بها المجتمع والمجتمع يروح في منطقه واحد في منطقه سيئه. لما قالوا ان العصر السابق هو عصر الصوره، انا شايف ان العصر اللي احنا فيه بشكل كبير جدا جدا هو عصر قيل وقال. صحيح. والدليل على ذلك فكره الشيوع، فكره ان الشائع هو الغالب. صحيح. فاذا كان قيل وقال هتعمل حاله من حالات الشيوع، وممكن الشيوع ده يكون للكذب، انا اظن ان دوت ممكن يوصلنا ان العصر دوت ممكن في لحظه من اللحظات يبقى اسمه عصر الاشاعه. صحيح. طيب هل ده بيأثر بشكل مباشر على شغل حضرتك؟ طبعا يا فندم، طبعا يعني النهارده بقى الغالب والمتبع دلوقتي في النظام الاسواق العالميه، عشان حضرتك كمان تضرب عدم مصداقيه، فحضرتك عايز تضرب في المنافس اللي جنبك، فحضرتك بتتخلى عن شرف المهنه، وحضرتك بتقول له بتشهر بيه. احنا لسه كنا في كورونا، فاكر حضرتك المصلات عملوا ايه في المصلات عملوا ايه في بعضها؟ صحيح. ده المصل ده بيجيب بيعمل جلطات، والتاني ده بيعمل كانسر، وده بيعمل كذا كذا كذا، عشان وده كله كانت منافسه. انا شايف ان هي استغلال في وقت صعب جدا جدا، كانت منافسه غير شريفه في هذا الوقت. صحيح. اللي احنا فيه، وكان وقت صعب جدا جدا. نرجع للغه البيزنس كمان يا دكتور، ان ده بيعتبر من الاسيتس بتاع المهنه. اي مهنه بيبقى ليها اسيتس، بيبقى ليها اخلاقيات المهنه. طب نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن اخلاقيات هذه المهنه دي من زمان، من عصر النبوه. صحيح. صلى الله عليه وسلم. فلك عند حركة تتخيل ان ده حلو قوي، يعني حلو قوي ان حضرتك ندخل بهذا الحديث، وخاصه في الجزء اللي هو الجزء الثاني، ان ندخل بيه على اخلاقيات المهنه. صحيح. ان المهنه ما تنفعش يبقى فيها قيل وقال. صحيح. لان لو المهنه فيها قيل وقال، وبرضه يبقى المهنه ما فيهاش اضاعه للمال، والمهنه ما يبقاش فيها كمان عدم مرجعيه وفيها كسر السؤال. بس ملمح مهم جدا جدا اللي تفضلت بيه استاذ جلال، وشاكر لحضرتك. دكتور منى، احنا طول الوقت عندنا اشياء لما بيحصل لنا مشكلات في حياتنا بنلجا اليها. لو حصلت بعد الشر يعني مشكله حتى للناس اللي حواليك، حضرتك هتلجئي لأي مكان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ هو في تحلية وفي تخلية. في تحلية وفي تخلية. لو احنا ماشيين بالتحلية هنبقى في صبر مع أي ابتلاء ربنا يبتلينا بيه، وهنلجأ برضو للتخلية. طيب يعني حضرتك شايفة إن الصبر دوت ممكن يكون الآخرون جزء من صبرنا، يعني جزء من دعمنا، وجزء التحدهم معانا وجمعهم طبعا مع بعض ممكن يوصلنا الى ان احنا نستطيع ان نكون من اهل الصبر، ونتعدى على اي مشكله، اي ظروف، اي ابتلاءات. ايه اكتر مشهد شفتيه حضرتك ممكن يكون الاعتصام والاعتصام الجامع ده انقذ حد او ساعده؟ مشهد كده ولا قصه في حياه حضرتك شفتيها مع حد او حصلت لحضرتك؟ هي دايما في العمل اكتر من اكتر حاجه في العمل. اكتر حاجه اكتر حاجه في العمل بيحصل بقى، انا اظن في العمل عند حضراتكم بيبقى بيحصل ان كتير من الاحيين، واحنا كمان في الفتوى عندنا بيحصل كده، تعرض علينا فتوى او تعرض على تعرض حاله، واول مره تعرض او نكتشفها اثناء الجراحه، نكتشف ان في جديد، ان الحاله ودتنا في طريق تاني غير اللي احنا داخلين عاملين حسابنا عليه. اذا كان في تناغم بيننا وبين بعض، وفي ود بيننا وبين بعض، وفاهمين وبنتعامل بسرعه، وفي صبر على الموقف اللي احنا مرينا بيه بهدوء وبسكينه، ربنا بيكرمنا وبنعطي. يا رب. لان احنا دايما متيقنين ان ربنا معانا في كل حال. والباقي معك ما ودعك. الله اكبر، يعني فالباقي معك ما ودعك، ودوت ياخدنا من الاول من العبوديه الامنه. الأمن. انت وبتشتغل ان دي عبوديه تمثل لك امن، تخليك تمشي مع الله سبحانه وتعالى في كل شيء. هل النصيحه بتبقى تقيله على الناس لو كانت في وقتها؟ بالعكس، ده بتنقص حاجات كتير وبنكمل بعض. هل الامتنان بيبقى ضروري للشخص اللي حصل له نصح في الوقت ده؟ شرط. لكن شايفه ان النصيحه مهمه جدا جدا جدا. النصيحه بتخلينا نكمل بعض طبعا طبعا، والعمل بيها اهم حاجه، ان احنا مش نسمعها بس، نسمعها وننفذها. هل حصل ان بسبب نصيحه او بسبب حاجه حصل حاجه في فريق حضرتك، ان طلعنا بورقه عمل ولا طلعنا بشيء منتج جديد؟ في كل الاوقات.
كل الأوقات طبعا. بتعملوا أبحاث جماعية حضرتكم مع بعض؟ لازم. في رأيك الأبحاث الجماعية بتبقى أفضل الأبحاث الفردية؟ لا الجماعية. ليه بقى؟ إيه أهم حاجة فيها؟ وجهات نظر متعددة. حلو أوي أوي أوي. وهو ده أظن اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلمنا عنه لما كانوا اعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله ممكن يكون نور العلم نتمسك بيه كلنا، فيبقى العلم بألوانه المختلفة عندنا. أستاذ جلال خليني أسأل حضرتك، هل مرة حصل إن أنت استخدمت أي معنى من معاني هذا الحديث فكان سبب خروج من أزمة؟ كتير. زي إيه؟ زي الجزء الثاني برضو من الحديث، ألا وهو اللي بعد قيل وقال وضعت المال. وضعت المال. دايما بشوف ان اضاعة المال، انا بشوف ان دايما لو حضرتك، وده انا اخدته في دراسات كتير، ان حضرتك لما تعمل حاجة كويسة لنفسك ومحدش كافئك حضرتك بتروح تكافئ نفسك. ايوة، دي من اكتر العيب النفس. صحيح. فدايما بتشوف بقى انت تكافئ نفسك دي بقى بالصح ولا بالغلط. صح، ده فكرة مهمة جدا 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 جدا. ففي الاخر حضرتك بتاخد الشوكولاتايه دي حلال وبتكافئ نفسك، والمكان ده حرام وبتكافئ نفسك. صحيح. والسفريه دي حلال وبتكافئ نفسك، والسفريه دي برضو فيها حاجات تغضب ربنا فبتكافئ نفسك. فكل ده هو ده في الاخر المربط الفرس زي ما بيقول. انا مش عارف اقول لحضراتكم ايه، بس انا يعني حضراتكم ممتع جدا، فخلينا نقول شويه أمور كده للناس يمشوا بيها إجراءات مع كل مقطع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم كل يوم نقول لربنا سبحانه وتعالى إن إحنا متيقنين إن هو سيدنا اللي بيحمينا، ويا حبذا لو كل يوم نقول لمولانا سبحانه وتعالى يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي، أو نقول يا سعدي ويا سندي أنت وحدك مددي. بعد كده ما تسيبوش نفسكم أبدا للفكرة السلبية السيئة إن الناس كلهم بقوا وحشين. انتقي حد كل يوم تتشارك معه عمل صالح، أو تتشارك معه معرفة، أو تتشارك معه كلمة طيبة. ده كان هيبقى مهم جدا جدا كل يوم. الأمر الثاني، اوعى توقف نصيحة لأنك أنت خايف إن فلان ده ما يفهمكش غلط. بس أنا بقولك خلي كل يوم من أيامك لا يخلو من نصيحة، بس اختر لها الوقت المناسب والأسلوب المناسب واحتياج الإنسان. ساعتها هتلاقي نصيحتك في خير حال. تعالوا نطبق دوت ونعمله مع أولادنا. إحنا كلنا في البيت عبيد لله، محدش بيملك مقليد التاني. تكلم مع أولادك على أنك أنت عبد لله سبحانه وتعالى، فكل يوم املأ قلبك بأنك عبد لله وآمن، وادخل وتعامل مع أولادك. تاني حاجة، على طول حاول دايما يبقى عندكم عمل مشترك، ولو يكن حلم ولم يكن هدف، ووزعوا الأدوار عليكم، وخليكم مجتمعين دايما على رضا الله سبحانه وتعالى. وآخر حاجة، لو سمحت لما يجي ابنك ولا تيجي بنتك تقدم لك نصيحة ليك أو لوالدتها، لو سمحت اسمحوها، وهتبقى إنسان أكثر اتزانا وأكثر إيمانا، وحاسس بالأمن المجتمعي، وحاسس إن ده هيأمن بيتك لو أنت اللي رحت وطلبت منهم النصيحة. ساعتها هم هيقبلوا نصيحتك ومش هيرفضوا نصيحتك، لأنه ساعتها أنت خليت النصيحة قيمة في بيتك. ما تحاولوش تسمعوا كلام الناس كتير، وقللوا سماعكم لكلام السوشيال ميديا. وفي نفس الوقت كمان كل واحد فيكم ينصح التاني بأفضل طريقة لاستثمار أمواله. وكمان مهم جدا 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 إن احنا في النهاية لما يحصل لنا مشكلة نسأل الخبير ونستشيره. ولابد إن احنا نرجع مرة تانية، ترجع البيوت لحاجة اسمها خبير للأسرة وحاجة اسمها استشاري الأسرة، سواء كان ده عالم أو كان ده طبيب أو كان ده شخص بيعرف في البيزنس. بس ده شيء مهم جدا عشان بيوتنا تعمل بهذا الحديث المنير المبارك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، ويجعلنا دائما نسير خلف حضرة النبي ويأخذ بأيدينا ليدخلنا على حضرة مولانا، لنسعد ونهنأ ونتنور. لولا نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعنا أن ندخل على حضرة مولانا. فيا مولانا اقبلنا ببركة حضرة النبي وببركة أنواره يا رب العالمين.
يا أكرم الأكرمين أكرمنا بمددك على الدوام يا رب العالمين.